بكفاءات جزائرية شرعت مؤسسة بناء وإصلاح السفن بميناء بوهارون في صنع 3 قاطرات معدنية لفائدة شركة سوناتراك الخاصة بجر سفن نقل المحروقات وفق عقد شراكة أبرم سنة 2017. لدينا 3 سفن لسوناتراك STH هي اون فيليال تاع سوناتراك، وحبينا نكملوهم ويكونوا في البحر ويكونوا قدوة لكاع الاقتصاد الوطني باللي نجموا نتجدوا منتوج جزائري ذات جودة عالية. هادوما قاطرات استادير اونورم انترناسيونال. والعمال ثاني ما شاء الله راهم يخدموا وراهم ينشدوا، راكم تشوفوا واش راهم يديروا كاع حدايا، ما كان حتى يطونجي اللي راهو هنايا. صناعة هذا النوع من القاطرات انفردت به هذه المؤسسة، ورغم جائحة كورونا تواصلت الأشغال، فيما يساهم الترويج التجاري في استقطاب الزبائن الجدد. الموقع تاعنا نجدوا فيه، وفي هذا الحين رانا درنا بزاف صفحات على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي، عرفوا بالمنتجات واللي سيرفيس تاع المؤسسه. انتظروا شي كثير من المؤسسه تاعنا هذه، احنا تربينا هنا، انا واش نحب المؤسسه، ماذا بيا يزيد فونسي، ماذا بيا يزيد يعاونونا، احنا كنا ما كاش كاع خدمنا هذو. هذا ومن المنتظر تسليم هذه القاطرات مع نهاية العام الجاري لشركة سوناتراك، مما سيساهم في تقليص فاتورة استيرادها من الخارج.